تلميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، اكتب يجب أن أو لا يجب أن في المكان المناسب. أتلفظ بكلام بديع، أحافظ على تجهيزات القسم، أشوش على زملائي داخل القسم، أنجز واجباتي وأراجع دروس. إذن إما أكتب يجب أن أو لا يجب أن. أتلفظ بكلام بديع، أنا كلام سيء، أحسنتم. لا يجب أن أتلفظ، لا يجب أن أتلفظ بكلام بديع، كلام بديع ليس جيد. أحافظ على تجهيزات القسم، أحسنتم. يجب أن أحافظ، يجب أن أحافظ، يجب أن أحافظ على تجهيزات القسم، الأشياء الموجودة في القسم يجب أن أحافظ عليها. أشوش على زملائي داخل القسم، لما يكون في القسم أزعج زملائي، تصرف خاطئ، إذن لا يجب أن أشوش، لا يجب، ممنوع، لا يجب أن أشوش على زملائي داخل القسم. أخيرا، أنجز واجباتي وأراجع دروسي، هل يجب أن أنجز أم لا يجب أن أنجز؟ أحسنتم، يجب أن أنجز، يجب أن أنجز. إذن لا يجب أن أتلفظ بكلام بديع، لا يجب أن أشوش على زملائي داخل القسم، لكن يجب أن أحافظ على تجهيزات القسم، ويجب أن أنجز واجباتي وأراجع دروسي كل يوم. ننتقل إلى التمرين الثاني. أضع عبارة تصرف سليم أو تصرف غير سليم. تصرف سليم معنى تصرف صحيح، تصرف غير سليم معنى تصرف خاطئ. انتبه إلى شرح المعلم أو المعلمة. انتقل بين الصفوف داخل القسم. اكتب على جدران القسم، لا اكتب دروسي أبدا، احرص على نظافة القسم دوما. إذا كان التصرف سليم تصرف صحيح، اكتب تصرف سليم. إذا كان تصرف خاطئ، اكتب تصرف غير سليم. انتبه إلى شرح المعلم أو المعلمة. احسنتم، تصرف سليم، يجب أن أنتبه إلى شرح المعلم أو المعلم، تصرف سليم. ثانيا، أنتقل بين الصفوف داخل القسم. داخل القسم أتحرك في القسم، في القسم يجب أن أنتبه إلى المعلم وأجلس في مكاني. إذا أتنقل بين الصفوف، تصرف خاطئ، أكتب تصرف غير سليم. واصل، أكتب على جدران القسم، جدران القسم أكتب عليه، تصرف خاطئ، إذا تصرف غير سليم، تصرف غير سليم. واصل، لا أكتب دروسي أبدا، أذهب إلى القسم ولا أكتب دروسي، تصرف خاطئ، يجب كتابة الدروس، إذا تصرف جيد غير سليم، تصرف غير سليم. واصل، أحرص على نظافة القسم دوما، أحسنتم، أحرص على نظافة القسم هو تصرف سليم، تصرف سليم. نراجع، التصرف السليم هو يجب أنتبه إلى شرح المعلم أو المعلمة، تصرف سليم، أحرص على نظافة القسم هو تصرف سليم، بينما أنتقل بين الصفوف، أكتب على الجدران، لا أكتب دروسي أبدا، كلها تصرفات خاطئة أو تصرف غير سليم. نواصل، أضع الصحيح أو خطأ. إذن دائما مع الصحيح والخطأ لدينا عبارات، أفهمها جيدا ثم أضع صحيح أو خطأ. آكل في القسم، أكتب على الطاولة، أشارك بهدوء وأنتظر دوري، أساهم في تزيين قسمي، أنام في القسم. إذن إذا كان الفعل صحيح جيد أقول صحيح، إذا كان الفعل ليس جيد أقول خطأ. آكل في القسم، هل القسم هو مكان الأكل؟ خطأ، آكل في المطعم أو في البيت، خطأ. في القسم أنتبه إلى المعلم والمعلمة، لا آكل في القسم. أكتب على الطاولة، تصرف خاطئ، أحسنتم، خطأ. أشارك بهدوء وأنتظر دوري، في القسم أشارك بهدوء وأنتظر دوري، أحسنتم، صحيح. أساهم في تزيين قسمي،
أشارك في تزيين قسمي. جيد، صحيح. أنام في القسم. أحسنتم، خطأ. في القسم أنتبه للمعلمة ولا أنام. خطأ. إذن العبارات الصحيحة هي أشارك بهدوء وأنتظر دوري في القسم، أساهم في تزيين القسم، والأشياء الممنوعة هي لا أكل في القسم، ولا أكتب على الطاولة، ولا أنام في القسم. كلها تصرفات. أكل في القسم، أكتب على الطاولة، أنام في القسم، كلها تصرفات خاطئة. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. فزت في القسم وتم اختيارك كمندوب، صف لأمك طريقة انتخابك مرتبا إليها من 1 إلى 5. فرز الأصوات، هذو 5 مراحل. فرز الأصوات، وضع الأصوات داخل الصندوق، إعلان النتائج، إجراء الترشيحات، اختيار المرشح في مرشح في مكان معزول. إذا لدينا 5 مراحل. فزت في القسم وتم اختيارك كمندوب، تلميذ هذا فاز في القسم، فاز واختير كمندوب. أراد أن يشرح لأمه ما هي المراحل التي مر عليها حتى اختير كمندوب. إذا لكي يختار التلميذ كمندوب، الشيء الأول هو تعيين المترشحين. مثال لدينا 3 تلاميذ، 1، 2، 3، كلهم مرشحين لكي أحد منهم يصبح أو يصير مندوب للقسم. لكي يصير مندوب يفوز أو يختارونه كمندوب للقسم يجب أن يترشح. إذن العملية الأولى هي، أحسنتم، إجراء الترشيحات. إذن إجراء الترشيحات هي المرحلة الأولى، يجب تعيين من هم التلاميذ المرشحين الذين سوف نختار منهم واحد ليكون مندوب. إذن إجراء الترشيحات، لم بعدما نجري الترشيحات نختار الذين مؤهلين لكي يكونوا مندوبين للقسم، على التلاميذ الآخرين أن يختاروا، كل واحد منهم يختار مندوب. البعض يختار رقم 1، الآخر يختار 2، الآخر يختار 3، كل تلميذ يختار ما يريد. إذن ثانيا هي اختار المرشح في مكان معزول، كل تلميذ يختار أحد المرشحين، ثم بعدما يختار على شكل ورقة يختار فيها، مثلا يختار رقم 2، يضع تلك الورقة في صندوق، وضع الأصوات داخل الصندوق. 3. إذن أولا إجراء الترشيحات، نختار مرشحين، ثم كل تلميذ يختار أحد المترشحين، اختيار أحد المترشحين، نضع ذلك الاختيار في الصندوق داخل الصندوق. 3. بعدما ننتهي كل تلاميذ صوتوا أو كل تلاميذ اختاروا المرشح الذين يفضلونه، نفرز الأصوات، معناها نجمع كل تلميذ، هذا المرشح كم تحصل من صوت، هذا كم تحصل، وهذا كم تحصل. العملية يسموها فرز الأصوات. فرز الأصوات معناه كل مترشح كم تحصل من صوت. بعدما عرفنا أن كم تحصل 1 و2 كم تحصل 3، نعلن النتائج، معناه من الذي فاز في الانتخابات. 5 إعلان النتائج. إذن عفوا، المرحلة الأولى هي اختيار المرشحين، اختيار الترشيحات، عفوا اختيار الترشيحات، نختار منهم المترشحين، ثم التلاميذ الآخرين يختارون أحد المترشحين، يضعون اختيارهم في صندوق، ثم نفرز الأصوات، نحسب الأصوات النتائج، ونعلن النتائج، معناه من هو الفائز. هذه هي مراحل لاختيار مندوب القسم. نريد قراءتهم بالترتيب: إجراء الترشيحات، اختيار المرشح في مكان معزول، وضع الأصوات داخل الصندوق، فرز الأصوات، وأخيرا إعلان النتائج، معناه إعلان من هو الفائز. وهكذا شرح التلميذ لأمه ما هي المراحل التي مر عليها لكي يختارونه كمندوب للقسم. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارك ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.